السلام عليكم. إيران تؤكد أن تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الاحتجاجات في طهران تشجع على العنف وانتهاك القانون. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الجمعة على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تناولت التطورات الأخيرة في طهران، ووصف كنعاني تصريحات ماكرون بأنها اتهامات سياسية وتدخل وتشجع على العنف وانتهاك القانون وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وقال إنه من الغريب أن ماكرون وبعض مسؤولي الحكومة الفرنسية يدينون إجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام قانون مثيري الشغب، لكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية بما في ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة عمال قطاع النفط والغاز والمصارف الفرنسية المضربين عن العمل باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والاضطرابات. واعتبر ناصر كنعاني أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية نفاق واضح، ويثبت مرة أخرى أن حقوق الإنسان في قاموس العديد من الحكومات الغربية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان ليست أكثر من لعبة وأداة لتحقيق أهداف سياسية والتدخل في شؤون الدول الأخرى. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الدستور الإيراني يكفل حق التظاهر السلمي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في مقابلة مع قناة فرانس 2 يوم الأربعاء الماضي أن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين في إيران مع استمرار موجة الاحتجاجات في هذا البلد التي تواجه بقمع شديد. كما أيد ماكرون إعجابه بالنساء والشباب الذين يتظاهرون منذ وفاة الفتاة مهسة أمني بعد أيام من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.